كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم، معكم البيض الجليلة من أكادير، ساكنة حي الوفاء، بلوك 9 رقم دار 5. سيد زوج ديالي جا للمغرب، فكرنا تزوجنا، فكرنا باش نعيش انا وياه في نرويج. من بعد منين جا عاش معايا شي ايامات هنا في المغرب، عجبو المغرب، عجبو، قال لك بلاد الامن والامان، وفكرنا نستقروا هنا في المغرب، ودرنا درنا الاستثمار هنا ديالنا في المغرب. ومن بعد عندي الوالده والوالد عيانين، جيت جلست معاهم هنايا، فاش وقع هذا المشكل ديال هذه السيده هذه اللي دايره المنزل ديالها وكر الدعاره وخرجت كتنتقم، فاش عوض تجي لي انا ما جاتش ليا، ما عمرها هي جات لينا حنايا، وانما كتجيب الباطل، حنا ما كنسيقوش ليه الخبار. اشنو مشات دارت؟ مشات تلقات ليه، هو مشى خرج كيدير لا مارش، تلقات ليه، ضربته بحجره. منين ضربته بحجره عيط عليا السيد، جا عندي السيد قال لي سيري، قال لي راه مرت الكوميسير راه ضربات لك راجلك، سيري جيبيه. مشيت انا بسرعه، مشيت جبته، جيت قلت ليها شنو وقع لك، وراني الظهر ديالو، انت نوريكم التصاور ديالو، وراني الظهر ديالو، لقيته كامل طيب وكيشرب الدواء، كيشرب الدواء ديال اللي كيجري الدم، وعنده مرض القلب. وتلقات ليه، من بعد هزيتو ديريكت ديتو الكوميساريه الكبيره. انا ما عارفاش اشنو كاين، انا ما عمرني عرفت المحاكم، ما عمرني دخلت ليهم. منين تزوجت كتف في هذيك البساطه الاسره، صافي ما عمرني عرفت هادشي تاع المشاكل. مشيت هزيتو ديريكت ديتو الكوميساريه الكبيره ديال اكادير، قالوا لي سيري ديري ليه، وريتو ليهم، قالوا لي سيري ديه المستشفى الحسن الثاني، ديري ليه سيرتيفيكا وسيري دفعيها للكوميساريه. فعلا ديتو درت ليه سيرتيفيكا، عطاونا فيها 21 يوم. من بعد كتبنا الشكايه، دفعناها للوكيل الملك، من بعد دينا المترجم واستمعوا ليه في الكوميساريه 5. من بعد عيطوا عليها، قدموها، من بعد حكموا عليها بشهر ديال الحبس و5000 درهم غرامه. دابا هو لحد الان ما كيخرجش بوحدو، ولا كيخاف على ود. منين تعرض للضرب من عند السيده، منين تعرض للضرب من عند هذه السيده هذه، باقي لحد الان كتعرض لهذا التهديد. وات فيكسي يو جوين اوتسايد، باقي لحد الان كتعرض للتهديد. وقت ما شافته كدير التهديد ديال محاوله الذبح، باش ما عرفتش واش باش يمشي في حالاته، باش ما يبقاش يدور هنا، الله اعلم شنو كيقول ليها راسها. صافي التجئنا للقانون، الحمد لله القانون عطانا 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 الحق، وها هما الشواهد، السيرتيفيكات ديال مشى للنرويج ديك الساعيات، لان الضربه ما براتش ليه، بقات كتسيل لان كيشرب الدواء ديال اللي كيجري الدم. مشى للنرويج وجاب شهاده طبيه، وكتبوا لي فيها بانه ممنوع عليه يتعرض للضرب. هذا هو هذا الشيء كاين سيدي، الله يهديها الله يهديها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.